صوت الرب على المياه يدب قائلا هلموا فخذوا جميعكم روح حكمة اليوم طبيعة إيامي تتقدس والأردن يمشق وتمسك مياهه عن الجري إذ يشاهد سيد أيها المسيح الملك قد أتيت إلى النهر كإنسان فأنت تبادر أيها السيد لتتقبل معمودي من يدي الصابر لأجل خطايانا أيها المحب البشر المجد للآب والابن نحو صوت الصارخ في البرية أعد طريق الرب قد أتيت يا المياه قد أبصرت كفا فزعت والسابق ارتعت وصرخ قائلا كيف Ah!